من غبت عني واني صدقني مرايه مكسوره وجرح يعكس جرح من ضعت مني. يعني عسائي مثل ما شفنا حضرنا الصرر الفريكة بالجاج ومسخن الدجاج اليوم بهالصباح والكبة النية بالمكسرات ولازال لسه الشيف محمد محضر لنا الكنافة بالقشطة. نعم يعني لابد من حلويات شيف. هنحكي مكوناتها. مكونات الكنافة بالقشطة هي عجينة الكنافة الخشنة موجودة هي معاي هون. لأنه رح نشتغل هيك شوي على الخامة المرة هاي ومكوناتها أيضا زائد قشطة. القشطة أنا بصنحها هون في المطعم نشا زائد حليب زائد شوية سكر مع ماء زهر. في صبغة الكنافة زائد السمن البلدي أنا خلطتهم مع بعض على أساس اللون. ايش هي هاي؟ سمنه بلدي وصبغه الكنافه. وصبغه الكنافه بالضبط. زائد القطر زائد الفستق الحلبي للتزيين. يعني هون كمان القشطه خفيفه اخف فواكه سكر فواكه سكر الفواكه موجود. يمكن دكتوره القشطه هيك خفيفه اخف من القشطه يمكن هون زي ما حكى او طريقه عملها بالنشا والحليب بتكون اخف احيانا من الجبنه اللي بنشوفها بتكون دسمه غنيه بالدهون. يمكن هلا بس يبدا الشيف انا رح اعطي تعقيب اشياء ايش ممكن نعمل كمان لاشياء تكون كثير احسن وافضل واقل سعرات حراريه بالبيت لانه بالبيت بدها نعم تكون أكيد. مختلفه. هون بنجيب السمنه مع صبغه الكنافه. انت لاحظي انه انا جايب قلايه ما بتلزق يعني بتنفع لست ضروري البيت ضروري انه تقدر تستخدمها عشان يعني انا تعمدت اني اجيب على اساس لست البيت ما اصعب عليها طنجره نحاس او كذا للكنافه انه خلص موجود عندها في البيت يعني مش مستحيل انه ما تعملهاش لا تقدر انه تجربها في البيت. هنا حطينا شوي نحطها كلياتها. رح نستخدم الغاز هلا هو يجب ان تكون موجود الها نار. شايف ستي السادة المشاهدين هيك نفلفلها هي الغاز اظن جاهز لازم نفلفل فيها زي هيك في القلاية على اساس ما تكون كتل كتل ما تكون كتل مكزبرة. هي هذا الغاز هون جاهز. انا يعني عم بحاول من الراعي هيك اساس زي ما حكينا احنا عم نفرد الكنافه. هي طبعا عجينه جاهزه ممكن تلاقيها في البيت باي موجود في السوبر ماركت. هلا عجينه الناعمه غير الخشنه زي هاي موجود عند محل الحلويات ممكن تجيبها في الناعمة اما الخشنة هاي موجودة ممكن تعملها نفس الطريقة هاي بالعجينة الناعمة انه تحتها زائد الجبنة بس احنا موضوعنا اليوم بالقشطة بس انا بحس انه اللي بده يعمل بالبيت بعملها دايما خشنة مش ناعمة مرغوبة اكتر مرغوبة اكتر لانه بالبيت نحط القشطة هاي بعدين نحطها على الغاز هو المفروض انه يكون الغاز ايوه جهز عليته تكون تحتيها نار نار هيك موطية هي ما رح تاخذ وقت بالنار النار هذه عشان ما لانه هي كثير حساسة وبتنحرق على طول خاصة الكنافة لازم بده عيون النار موزعة عليه هي يعني الكنافة سيدة الموقف صراحة شايفة كيف؟ خلينا بس نرتب حوالينا هيك شوي احطها على الغاز عشان اقول اني عملت هاي كنافه عشان اقول انا عملت كنافه سدامه احنا بنحطها على النار شوي هي ما رح تطول تقريبا لمده من 6 لـ7 دقائق بس تكون النار موزعه حواليها حتى بلشت تاخذ لون كمان عجينه الكنافه دكتوره اظن مفيده يعني فيها فوائد هلا هي خفيفه لانه خفيفه بس انا بدي اضيف شغله وان شاء الله الشيف رح يبقى يعملنا اياها ونورجيها المشاهدين انه اليوم كيف احنا على قد ما فينا نقلل سعرات حراريه السمنه البلديه
والمادة الصبغية الملونة حطينا شيف صبغة الكنافة. صبغة الكنافة اوكي. هلا كيف احنا بنقدر نستبدلهم؟ اكيد بضل في عنا بعض انواع الزيوت اخف، في عنا ممكن اضيف كركم. ايوان عشان هيك بدنا نصبغ احنا بالمرة الجاية بالكركم بدل الصبغة عشان ما ناخذ اي شيء يكون كيميائي، وبدل السمن البلدي في شو فينا نستخدم كمان؟ في عنا زيوت كثير مفيدة. زيت الزيتون يمكن مش رح يزبط، في الكنوا اويل بالضبط، سوري مش الكنوا، في الكانولا اويل، الكانولا اويل هذا زيت جدا مفيد، او فينا نستخدم زيت جوز الهند. هاي الزيوت بتعطينا نفس تقريبا نكهه السمن البلدي ولكن باقل سعرات حراريه، وفيها فائده مهمه لجسمنا. الكنافه طبعا هاي بنعلي اكثر. الكنافه من يعني الحلويات الشعبيه اللي احنا كلنا بنحبها، فلازم هي يكون فيها هاي نوعيه هون بنكون قللنا اقل من السعرات الحراريه. اضافه لهيك هون الشيف غير بدل الجبنه كامله الدسم حط لنا القشطه المصنعه، خلينا نقول طبعا هي اخف بتكون سعرات حراريه وسهلة زي ما بنشوف انه دايركت على الغاز. وبعدين في فرن ولا كله على الغاز؟ لا كله على الغاز. ممكن نحطها بالفرن، بس انه هي طريقة اسهل وابسط على طول، اسهل لست البيت. لاحظ هنا صارت بلشت تاخذ لون، بلشت تستوي. يعني شايفين كيف مش ملزقين للسادة المشاهدين، بس نهز فيها شوي هيك ما بتلزق. نعم يعني سهل، بلشت تاخذ اللون اللي احنا متعودين عليه من الكنافة. يعني يمكن مرات قديش بنقول خمس دقائق بدها، خمس دقائق بتكون جاهزه. قديش بنقول صعبه شف انه بتقول كنافه انه يعني شيء كثير معقد، لكن فعلا طريقه عمله كثير بسيطه وسهله، ممكن ست البيت تعملها بسهوله بالبيت. شايفه وبنستفيد انه ست البيت اليوم لما تعملها بالبيت هي عم تعملها باقل سعرات حراريه، بعدين عم تعملها طريقه بسيطه اكثر. بتعرفي دكتوره كمان بتستمتع انه هي عم تعمل شيء احنا انه واو، يعني انه احنا عم نعمل كنافه والكنافه مش اي حدا عم بيعملها. فهي شيء تنعمل بالبيت. فشكرا للشيف انه عم بيعلمنا اشياء. هيك صارت جاهزه تقريبا، جاهزه بس انا مجهزه. هلا هي الكنافه الجاهزه هلا بنبلش الديكور والتزيين تبعها، نزينها. تفضل. في عندي قطر هون، في هون بيكون طبعا حسب الرغبه. انه مثلا مريض السكري فيه ياكل منها، وانا بحب احكي انه بيقدر ياكل منها، بس انه نعمل السكر الفواكه بس يكون قليل. وبيكون طبعا دائما اضافه القطر صح شف حسب الرغبه. حسب الرغبه. هلا هيك على جنب هيك جاهزه، بس ضل الفستق الحلبي. انا بدي اشكرك شيف. تفضل. أنا بدي أشكر شيف محمد الملاح من مطعم راجعين على هالأكلات الزاكية اللي قدمنا إياها اليوم بالاستوديو والحلو. بدي أشكرك كثير دكتورة أمل حداد الصيدلانية وخبيرة. أهلا وسهلا. أشكرك على تواصلك دائما مع برنامج يوم جديد. هيك وصلنا لنهاية حلقتنا أعزائي، نتمنى نكون وفقنا باللي قدمنا لكم إياه. استنونا دائما بنفس الموعد، ودائما ارفع راسك. وأجمل تحية مني ومن فريق العمل، مني داما الكردي ومدكتورة ميساء نصر الرواشي المشرف العام للبرنامج، والمعدة هلا نوفل، ومخرجنا المتميز سالم الخوالدي. أعزائي أجمل تحية لكم، إلى اللقاء.